هذا أكثر ما يقع في نسيان النقص، أنه يترك إيش؟ التشهد الأول والجلوس له، من ثاني السجدة من الركعة الثانية ما يجلس التشهد ويقرأ التشهد، قام مباشرة إلى الركعة الثالثة. نعم، فهذا ترك واجبين، ما هما؟ الجلوس والتشهد، هذا الأول. ها نعم، يعني إذا استتم قائما خلاص كمل الركعة الثالثة، إذا في قيام قبل أن استتم قائما تذكر أو ذكر يجلس ولا يسجد سجده. وهذا فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن استتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فليجلس. إن استتم قائما فلا يرجع وليجلس سجدتين، وإذا لم يستتم قائما فليجلس. حديث هكذا. نعم.